بشكي في دمع الندم بشكي في دمع الندم وابكي في موالي جنت بيدي انا جنت على روحي جنت بيدي انا جنت على روحي ودفعت وحدي الثمن ودفعت وحدي الثمن بس الثمن غالي يا ليه كان كل امل يا ابو طبيب اوصف دوايا الجرح يطيب كان كل امل يا ابو طبيب اوصف دوايا الجرح يطيب ناس تشوفني تحييني وادي الحكايه وقول يا نصيب اول ما خدت الثانويه مجموعي كان 100% أول ما خدت الثانوية مجموعي كان 100% ورحت أقدم أوراقي بقيت خلاص في الكلية أبويا علق يومها النور وناس كتير في البيت بتزور أبويا علق يومها النور وناس كتير في البيت بتزور والكل يحضن ويهني ويقولوا بركة أبو الدكتور والأم رنت صغرتها في الحتة تعلن فرحتها والأم رنت صغرتها في الحتة تعلن فرحتها وسط اللي جوه يا النوبة تقعد وتعدل فرحتها أول سنة عدت بنجاح والتانية عدت وأنا مرتاح أول سنة عدت بنجاح والتانية فاتت وأنا مرتاح والتالتة ناجح خطبوني وعرفت أجمع أنا الأفراح والرابعة جونا أصحاب السوق قالوا لي بالك كده مخنوق والرابعة جونا أصحاب السوق قالوا لي مالك كده مخنوق جرب حياتنا وصغرتنا وعيش معانا وانت تروح بدأت أسهر وياهم ما كنتش أعرف نواياهم بدأت أسهر وياهم ما كنتش أعرف نواياهم نسيت علامي وأحلامي غير الطيابة في دنياهم مشيت في كل طريق ممنوع طفيت بإيدي أحلى شموع مشيت في كل طريق ممنوع طفيت بإيدي أحلى شموع الفرحة قربت من عيني سكن مكان ألم ودموع الأهل بدأوا يحاسبوني وبالشهادة يطلبوني الأهل بدأوا يحاسبوني وبالشهادة يطلبوني كدبت كدبة كانت بيضة والكدبة كبرت في عيوني بشهادة طبعا وهمية أكشف وأكتب أدوية بشهادة طبعا وهمية أكشف وأكتب أدوية أتريني بكتب على روحي ووقت ولبست قضية وفي قلبي محكمة الجنايات أبويا طب ساعتها ومات وفي قلبي محكمة الجنايات أبويا طب ساعتها ومات فضلت أنادي وأقول يابا والوقت كان عدى وفات أه يابا أه يابا أه يابا أه يابا